أنا معناتها أمي متوفية، الله يرحمها. ونتمنى لو كان تعيش وترحم، لو كان ترجع. وما نعرفش كي نسمع حوايج كيما هكاك نزيد نحطها مش في عينيا. الإنسان صدقني قد ما يعمل مع والديه شوية، وذاك علاش نبداوها بقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. معناتها يا ربي قالك تعبدني أنا ومن بعد الوالدين. شوف معناتها القرآن شنو اللي يقول، وربي شنو اللي يقول. معناتها المرأة هذه جارتي قد ما نحكي لكم أنا مع شوية. معناتها مرحبا يا مريم، امرأة كبيرة في العمر. مدام جميلة تحكي معك يا مريومة. مرحبا يا مريومة. مرحبا بك يا مدام جميلة، صباح الخير. صباح الخير، احكي لنا الحكاية متاع جارتك. المرأة هذه امرأة كبيرة. أنا حبيت نسمع تسمعوها بصوتها، هي صوتها الحنين، صوتها الرقيق، صوتها اللي بتتري يوصلكم أكثر من اللي أكثر. معك مثال تحكي لنا انت معك يا مريم. مريم تسمع فينا؟ يظهر لي تقصت المكالمه. والله ما نعرف شوفوا لنا الاولاد المكالمه كانت قصت، تو نعاودوا نحاولوا نطلبوها. انت تاثرت برشا مدام جميله، خاطرك تعرف الحكايه زاده دافونس. انا نعرف الحكايه، وكل حاجه اللي تهم الوالدين انا نتحير منها. ساعات تقول يا ريت امي حيه، يا ريت بابا حي، نعمل معاها اللي عمري ما عملت. وقتاش انت تولي تتقهر وتولي تشتي باش ترى امك وابوك وقت تفقدهم؟ وبرشا ما يعرفوش هذا. برشا يقول لك نعطي نفس عمري باش نشوف امي ولا بابا حتى دقيقه من زمان. صحيح. دونك ما نعرفش مريومه معنا. مريم رجعت معنا. سمعت. ايوه يعني ما نعرفش كان سمعتوني في قلت لك نقولها بقلب قاسي نتاعهم، هما قلبهم هما اللي رفضوا الصغار الكل رفضوا باش يخليوا امهم عايشه معاهم ويقوموا بنساء ولادها ما يحبوش الحمل نتاعها. شيء ياسف. اي شيء مش ياسف، شيء يحزن ويبكي. دونك شعملولها كريولها دار وحدها تعيش فيها وحدها. تعيش فيها وحدها اختي. مرأة عمرها 8 سنة. والمرأة مريضة بالسكر، مريضة عندها طنسيون. معناتها اتو ماما تطيح، اتو ماما تصير لها حاجة. معناتها قولوا لي اسكو هذي عدل نتاع ربي والا لا؟ لا ماهوش عدل. يا مريم يا مريم شكون قايم بها المرأة هذية؟ وهي عمرها 80 سنة، شكون قايم بها؟ هي عاملين بالتناوب، مرة في الجمعة يجيها حد من أولادها يجيب لها الماكلة، خاطر حتى الماكلة ما تنجمش تاكل. أنا صدقوني معناتها لو كان نعرف أنا ماذا بيا تجيني عندي في الدار وقوم بها وعلى راسي وعينيا، لكن هما مش حابين رافضين. معناتها لا يرحموا ولا يخليوا رحمة ربي تنزل. لما هي ياسر نفسها عزيزة وليت ما نكذبش عليكم، معناتها حتى الواحد عيب، لكن أنا وين ما نخرج نسترق السمع باش نسمع حمى حركة في الدار باش نقول نطمن عليها، خاطر هي ياسر معناتها كان لي ما تحبش تقلق العباد. نفسها عزيزة يوم تحبش تبين العباد اللي هي ولادها حطوها معناتها تنجم تكون في سجن لانها محطوطه في دار وحدها ويزوروها من ساعه لساعه وقت عندهم الضغط. خطر الله عمرها ما كانت هكاك، هي في حاجه لعاطفتهم لمتهم انهم يكونوا دايرين بها. المراه هذه على بالك اللي هي ما عندها ما تمشي لحتى حد، ما ترى حتى حد، عباره واحد حطيته في سجن. جاي اسف. هذا هو يعني الوالدين راهم هما حيين باب من ابواب الجنه باش الانسان يدخل له. معناتها انت تحرم روحك من باب هذاك باب جنه. معناتها انت باش ما تجيش تهز امك عندك انت في الدار معزه مكرمه، انت تحرم امك من لمه العائله ولمه صغارها واولادكم والضحكه اللي تشوفها في وجه امك. امراه مسكينه طيبه كي نقول لكم انتم ما تتخيلوش في بالكم. معناتها قد الانسان ما يعمل مع والديه راهو شويه. انا مستغرب وصدقوني يا وليت موضه العصر. معناتها
اللي فما برشا امثله برشا برشا، وانا ماذا بيا العباد الكل تسمع الصوت هذايا، تسمع صوتي وتاخذ بالعبره، خاطر الوالدين عمرهم بالعمر ما يطيشوا. الوالدين هذوكم حاجه مقدسه معناتها كيما بعد ربي. كي نشوف انا انسانه كيما هكا وندغدغ عليها نقولها يا امي يا فلانه تستحق في حاجه، لا يا بنيتي يجعلك ويعطيك الدعاء، هذيك شكون اولى بيه؟ ومع اني الحمد لله يا ربي والدي راضين عليا وميتين وداعين عليا بالخير وسابعه بالخير، لكن انتم يا اولادها انتم اولى بيه. علاش معناتها الانسان ما يستغلش حوايج كيما هكاك الارضاء الله؟ وكي تجي تحكي معاها نقولها يا امي يا فلانه، نقولها تحبش نجي نسمع تسمع يسمعوك العبيد تحكي على، تقولي لا يا بنيتي انا ولادي ما نحبش يتضروا وما نحبهمش يدخلوا في الصوره كونهم هما معناتها خليوها. اي نعم اي نعم يا لالا، شوف انت الام، شوف انت الام تقولي انا ولادي بالمراكز نتاعهم وربي باقي عليهم الستر وما نحبهمش يسمعوا حتى حاجه توجعهم من عندي انا، وانت هاك موجوعه يا امي نقولها، انت هاك تقولي لا يا بنيتي ما يسالش ربي يهديهم. شوف اغذر ويش توصل للام، شوف الام راهو شيء صدقوني قد ما نحكي لكم راني انا بالغصه معناتها عرفت، صدقني ما نجمش حتى نوصف لكم شنو الوجه نتاعها كيفاش كي تبدا تحكي على اولادها. علاش؟ هذه انسانه معناتها مريضه، انسانه ما متعرفش على الدنيا معناتها، تحل باب الدار لا قدر الله ان شاء الله بعد عمر طويل تلقاها مسكينه مرميه وما يفيق بها حتى حد. معناتها انا ما عرفتش شنو نجم انا نعمل باش نعاون المراه هذيا، ما عرفتش صدقوني ما عرفتش. مريم يعطيك الصحة انك معناتها حاست عليها وحاولت انك تتكلم، احنا نقولوا ربي حنا نقلوب اولادها عليها، ان شاء الله يكون واحد منهم ولا يكونوا هما سمعونا خاطر يعرفوا رواحهم شنو عاملين. يا وفاة طلبت منها المراه هذيا باش انا نتصل باولادها، باش انا قالت لي باب المستحيل، قالت لي معناتها يقول لك امنا كشفتنا، امنا حكيت بينا، امنا قالت علينا. تصور انت في الحاله اللي هي فيها ورافضه حتى باش شكون عنده وسيط. قلت لها يا اخي ما عندكش حد في العائله كبير، ما عندكش عمهم، ما عندكش خالهم، ما عندكش خوهم. قالت لي عندي اما ما نجمش، ما تحبش تشعل بولادها، ديما ولادي يبداو شمعه تشعل تشعل كما تشعلش عليها هي، حتى على حسبها هي هذيك هو قلب لها، حتى بعد ما كبرتهم ووصلتهم للمراكز هيك شكون يا اخي تولدوا يلقاو رحم هكاك، ما هي تعبت وهي معناتها تحكي لي على التضحيات اللي عملتها معاهم، كانت خادمه توا كي هما باش يخدموها يرفضوا الشيء هذايا، يجيوها مره في الجمعه بالتناوب يا رسول الله تبات وحدها، معناتها شيء اسف والله شيء وجع القلب. شيء اسف. يعطيك الصحة أنت يا مريم، جزاك ربي كل خير، يعطيك الصحة والزادة ديما من غير مزيه، من غير مزيه. هذا واجب نجم نعملوه صدقني، أنا واحدة من الناس كان نلقى نجيبها معناتها عندي، لكن رافضة نبات تقول لي لا يا بنيتي يزيك اللي أنت فيك وعندك أولادك وعندك، لكن أنا هاني أنا بحذاك نستحق حويجة راني نقرق بها، راني نقول لها باهي نجيب لك اي حاجه تستحقها، تقول لي يا بنيتي ياك تستحق خبيزه اذا كانت طلعت ما جيب لي خبزه في يدك، معناتها شوف عذر الام. اذا هذه معناتها مريم نكتب نكتتك، احنا كنا نقولوا تبعني اكيد تبعني تبعني, تبعني في الجار الجار رحمه، تبعني في الجار اللي وصى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعطيك الصحه ان شاء الله.